أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد، وفي الرواية أيضا بيت قصيد. بيت قصيد يحمله روائي نازف حمل هموم وطنه وأمال أبناء شعبه الذين لا يزالون يبحثون عن شمس الحرية. هذه الرواية التي ربما تكثف الوجع في ضمير من يقرأها، إلا أنها تفتح الكثير من الأبواب نحو شمس لا تزال تنتظر وتنتظر كذلك. مشاهدينا الكرام، هنا في الاستوديو معنا الروائي والأديب السوري الأستاذ رامي القادري. حيا الله أستاذ رامي، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. يا أهلا وسهلا، شكرا لكم وشكرا لهذه المقدمة التي لخصت رحلة نضال ورحلة شقاء ورحلة تعب ورحلة ثورة كاملة في هذه المقدمة السريعة. سنترك التلخيص الأوسع لك أيضا أستاذ رامي في هذه الحلقة، وإن كنا في رحاب بيت القصيد إلا أن الرواية أيضا من الممكن أن تتضمن الكثير من الوجدانيات التي لا يمكن التعبير عنها بلغة الشعر، لأن لغة الشعر أحيانا تكون محدودة بحجم مثلا الأبيات أو بعددها أو بنوع النصوص، أما الرواية ففيها من الاتساع وهامش الحرية ما فيها. إذا أردنا أن نتحدث في البداية عن فكرة هذه الرواية التي بين أيدينا، ملحمة الغوطة، كيف جاءت الفكرة في البداية؟ دعني أقرأ مقدمة الكاتب والتي هي مقتبسة من كتاب هروبي إلى الحرية للراحل رئيس البوسنة الأسبق علي عزت بيجوفيتش رحمه الله. جميل، تفضل. فيما يتعلق بالتاريخ، إن الفن هو من يقلب سريعا في صفحات كتاب الزمان. نعم. يناقش الوقائع التاريخية، يملأ الفراغات التي تركها المؤرخون وتجاوزوها، يوقظ الوقائع والعادات والشخصيات من جديد، يربط بين مختلف التحليلات، يجمع بين ما انفصل وتفكك، يدخل الانسجام والتناغم بين المشاهد المنفصلة. وبينما يصف التاريخ أحداثا خارجية، تتناول الرواية الخبرات والتجارب التي عاشها الناس. فموضوع التاريخ هو شعب ما، أما موضوع الرواية فهو شخص ما، ولا يمكن أن تكون لدينا معرفة كاملة بعصر دون قراءة رواية أو قصيدة عن هذا العصر. أحسنت. فالأدب على عكس التاريخ دقيق من حيث تصوير أسلوب الحياة والجو الاجتماعي وروح العصر، بالإضافة للمشاعر والخبرة الذاتية المتعلقة بالحدث التاريخي. ومن ثم ينبغي أن ندع التاريخ للمؤرخين والحياة للشعراء والكتاب، فالحقائق التي يحكيها الأدب لا يمكن أن نجدها في كتب التاريخ. الله. فمن الواضح أنه يوجد تاريخ براني وتاريخ جواني لأي حقبة تاريخية. الآن كتابتي الشخصية. تفضل. كانت يداي ترتجفان وأنا أقرأ ما كتبه علي عزت بيجوفيتش في مذكراته، وكأنه يضع أمامي تفسيرا لتلك الفجوة الكبيرة بين عناوين الأخبار وبين حقيقة ما كان يجري على الأرض. نعم. تناولت رزمة الأوراق الكبيرة المركونة بجواري، عينت حجمها الضخم مرددا بفؤادي، لا بد لهذه المذكرات أن ترى النور، لا بد لهذه المذكرات أن ترى النور. وقد رأت النور هذه المذكرات. نعم. وها نعم. هي بين أيدينا الآن. الحمد لله. كان ذلك الاقتباس من كتاب روبي الحريه بمثابة الشرارة التي خلقت وعاء جمعت به كل تلك. نعم. الذكريات ومشاهد الفيديو ومشاهد الأخبار والحوارات الشخصية، سواء الشخصية أو. نعم. سواء عبر الهاتف أو سواء، جمع كل تلك الذكريات وضعها في إطار معين، وكان لابد لتلك القصة أن تخرج للعلن. سنأتي على بعض تفاصيل هذه القصة وكيف تعبت وأنت تجمع تفاصيلها، لكن قبل ذلك دعني أذهب إلى سؤال مقتبس من هذه المقدمة. هناك تاريخ براني وتاريخ جواني، ما الذي قصدته في هذه العبارة؟ التاريخ البراني هو الحدث، أما التاريخ الجواني يحكي من قام بهذا الحدث ولماذا قام بهذا الحدث وما كانت دوافعه لهذا الحدث. نعم. وكيف جرى هذا الحدث وكيف انعكس عليه بعد أن قام هذا الحدث. نعم. وفهم هذه الأمور هو ما يجعلك قريبا للحدث ويجعلك جزءا من الحدث.
ربما يكون الشاعر في وجدانيته التي تكون حاضرة في نصوصه عميق التجربة، لكنه لا يستطيع أن يسهب كثيرا بالوصف والشرح، لأن يعني محددات القصيدة تختلف كثيرا عن معايير الكتابة الروائية. في الرواية هامش ومتسع للفضفضة ولمزيد من الحزن. حدثني عن رحلتك مع الحزن في رواية ملحمات الغوطة على المستوى الشخصي بعيدا عن مضمون الرواية، كيف أثرت بك؟ هنالك فصول التي عاينتها بنفسي عن طريق أصدقاء، نعم، شخصيا كانوا موجودين ضمن الحدث. عندما وصلت لكتابتها أخذت أسابيعا وربما شهورا، على الرغم من أنني أمتلك نسخة من المذكرات وأذكر ما جرى بالتفصيل، ولكن كلما بدأت بالأحداث، نعم، واستحضرت ذلك الشخص الذي استشهد على تراب الغوطة مثلا، وبدأت أذكر كيف كان وماذا كان يفكر وماذا كانت خططه المستقبلية، نعم، ثم أنا أعرف أنه سيتخذ قرارا في مرحلة ما ويغير اتجاهه ليحمل مسؤولية ويموت، يصبح الأمر صعبا يا الله. وأتوقف عن الكتابة لأيام ثم أعود من جديد، ثم أتوقف ثم أعود، وبعد ذلك ينعكس على المزاج العام. أصبح حرفيا لا أرغب بتناول الطعام أو أذهب إلى العمل ببرود. نعم. تم نكء الجرح مع كل حدث نستحضره لنضعه، يتم نكء الجرح، ولكأن الشخصية عادت للحياة وماتت من جديد، ثم عادت للحياة وماتت من جديد. يا إلهي. قبل أن نذهب إلى قراءة في أولى فقرات هذه الرواية، الفقرات المتعددة التي ربما تكون اخترت بعضها لهذه الحلقة من بيت القصيد، قبل القراءة الأولى أود أن أطرح عليك سؤالا يعني غريب إلى حد ما. الحاجة لمثل هذه الرواية كيف جاءت؟ هل هي من تلقاء رغبة شخصية؟ أم أن فكرة ولادة هذا الإبداع الأدبي أو هذا خلينا نقول العمل الجميل جدا لم تكن فقط فكرة رامي القادري وحده؟ صح. حدثنا عن الفكرة وكيف جاءت. بعد أن كتب الله لي لأسباب متعددة الخروج من سوريا، نعم، فقابلت أشخاص من أصول سورية مهاجرين منذ فترة طويلة، من الغيورين، من الحريصين، من المهتمين، بدأوا بطرح أسئلة كنت أراها ساذجة إلى نوع ما أو تفتقد إلى الكثير من الموضوعية. بدأت أشعر بوجود الفجوة بين ما جرى هناك وما لازلنا في نفس الحقبة الزمنية ولازلنا في نفس المكان الزمان، وكثير من الأحداث غائبة عن بالنا ونظن أن ما حدث خلافها أو عكسها، والسائل يتحدث العربية فبإمكانه الاطلاع. نعم. هنا أتحدث عن شخص أجنبي لا يتكلم اللغة، فهذه الفجوة فكنت في أكثر من لقاء شخصي من هنا بدأت تحس بالمشكلة. أحتاج إلى شرح الكثير من المسلمات، يعني لو دخلنا بتفاصيل قليلة يسألوك لماذا لا تقوم الفصائل باقتحام دمشق، فلا يمكن. لا يمكن، من عاش في دمشق في تلك الحقبة أسبوع يعرف كيف تجري الأمور. فكنت بحاجة إلى الشرح والشرح، وأيضا أما ما كان أيضا ضرب بقوة في وجداني هو الشباب الذين خرجوا من سوريا وكانوا صغارا عمر 10 سنوات وأصبحوا 15 عاما 16 عاما وبدأوا يسألون لماذا هربنا، هل كنا جبناء نحن خرجنا، نعم، أو يقولون هل صحيح بأننا لا نجيد التصرف في إدارة أمورنا لذلك عامة الفوضى. بدأوا يشككون بتاريخهم بتراثهم بسبب وجودهم هنا، بدأوا يشككون بالتضحيات التي قدمت هناك وكانت لا تزال تقدم. ومن هنا أصبح من الواجب أن يكون هناك عمل أدبي يوثق، نعم، الأحداث، نعم، ويجيب على الكثير من التساؤلات التي ربما تشكل على أبناء ذات العصر وذات الوجع. نعم نعم، وخاصة، نعم، من عاصر جزءا منها أو كان صغيرا أو بصراحة هذه الرواية عندما قدمت للأشخاص المغتربين بعضهم قال لي أجبت على 20 أو 30 سؤالاً من الأسئلة التي كانت لدي، الآن بدت أعرف ماذا جرى ولماذا جرى وكيف جرى. ونريد أن تجيب على بعض من أسئلتنا أيضا من خلال أن نعرف ماذا جرى وكيف جرى ولماذا جرى. اقرأ علينا أولى الفقرات التي اخترتها لنا أستاذ رامي، نعم، ومن ثم سنعود إلى نقاش من نوع آخر، أرجو أن تكون مستعدا. نعم. تفضل، لك أن تقرأ ما تحب من الفقرات الافتتاحية في هذه الحلقة الخاصة من بيت القصيد كلنا آذان مصغية. اقرأ ما تحب لا بأس. نعم. تفضل.
ما حرصت على أن أقدمه في الرواية هو الانتقال من يوم حياة طبيعي ماء في الماء في بداية الثورة وبداية المظاهرات وصورا إلى اشتداد المشهد. فهذه مثلا في مقدمات في مقدمة الرواية مثلا. ماذا تقول؟ كان يحيى عائدا من عمله في منطقة الصبورة في ريف دمشق الغربي، ركب باص الشركة الذي أقله إلى منطقة المزة في دمشق، ومنها وقف بانتظار ميكروباص يقله إلى حي إذا ما كان سكنه في حي جوبر. كان الزحام أكثر من المعتاد، شيء ما يبدو مريبا. وصل الميكروباص أخيرا لتراكض الناس عليه، انفتح الباب وبدأ الناس بالصعود حتى لم يبقى كرسي فارغ. حينها تقدم يحيى ببطء وصعد على جانب الحافلة الصغيرة بوضعية القرفصاء، تحركت العجلات لتنطلق باتجاه بيته. هذه ثقافة الشعب هذه فقدت بعد الشتات وبعد الهجرة وبعد النزوح، باتت مصطلحات يعرفها الآباء يجهلها الأبناء. أنت رسمت لهم مشهداً من الحياة اليومية يلامس حياة الشخص الذي خرج، يشعر وكأنه هو المقصود، لأنه أنت غمستهم في المشهد عن بعد ليعودوا ويعيشوه مجددا. والأهم بالنسبة لي أيضا هو نقل ذلك المشهد لجيل الشتات. جيل الشتات الذي اتسع على أوسع رقعة جغرافية في التاريخ. هناك سوريون وأيضا من العرب المهجرين على امتداد الخريطة، وعلى امتداد الكرة الأرضية شرقا وغربا. هذه الثقافة تجمعهم ولكنهم فقدوها الآن، تلك المصطلحات وتلك لك أن تكمل. لا بأس. كان يحيى منذ صغره هادئا لا تلتقطه الأنظار، لا يشعر به إذا حضر ولا يفتقد إذا غاب، وكان خجولا إلى حد كبير، إلا أنه يخفي نظرة فاحصة وتركيزا عاريا خلف ذلك الهدوء. كما كان يبدو أصغرا من سنه بضع سنوات، فكان من يراه يقدر أنه في بداية العشرينات على الرغم من أنه في آخرها. استطاع يحيى أن يلمحها بين الزحام. كانت هديل تجلس على المقعد الأخير عائدة من دورة تدريبية. كانت هديل تجلس على المقعد الأخير عائدة من دورة تدريبية في أحد المعاهد. لم تخطئ عينها يحيى فور مرور الحافلة بين جموع المنتظرين. لا زالت تذكر أول مرة التقته فيها حين كانت تتبع دورة في اللغة الإنجليزية في معهد نيو هورايزون. يومها كانت في السنة الأولى من الجامعة بينما كان يحيى في السنة الرابعة. كانت كثيرا ما تلحظه يسترق النظر نحوها بخجل شديد، كان يرمقها بنظرات اهتمام هي نفسها التي يرمقها بها الآن في الحافلة. فاستجابت لنظراته بوضع يدها على ركبتها لكي تظهر أصابعها بوضوح. جميل. نعم، لا يوجد أي خاتم بعد، لا زلت بانتظارك. جميل. كان بوحها يملأ الحافلة فلا يلتقطه إلا ذلك الشاب الخجول الذي استجاب بدوره بصعود الدم إلى وجهه. حرك يحيى يده لينظر إلى ساعته ويهز رأسه بحسرة، كان يخبرها بإدراكه التام لتأخره الخارج عن إرادته والذي بات محرجا له. بينما التفتت هديل إلى النافذة لتشير إلى وضعية الانتظار إلى أن يشاء الله. يا الله، هذه فاسي. أيضا من العلاقة، كيف كانت العلاقة، كيف كان الحب في دمشق، كيف كان يجري الحب في تلك الفترة. وربما يجد قارئ آخر فكرة ثانية في هذه المشهدية، ربما يرى أن هناك الكثير من الشباب يعانون وربما يدفعون زهرة شبابهم وهم على أمل حلم يتحقق فلا يتحقق وهم ينتظرون. نعم أيضا، لكن الأمل يظل والتفاؤل حاضر. هموم الشباب في تلك المرحلة اختلفت كليا بعد موجات الهجرة وموجات اللجوء. تلك الحقبة كيف عشنا نحن، وكيف عاش أهلنا، وكيف عاش أجدادنا، تلك الثقافة تتشربها الجيل الجديد ولكنه لا يدري بها، ولا يدري لماذا يتصرف هكذا، ولا يدري لماذا والده أو والدته يحاولون توجيهه في الحب بطريقة معينة. أحسنت. هذا أتى من هنا. وصلت الحافلة إلى مشارف جوبر، وكلما دخلت أكثر بات الأمر أوضح. يمكن للعابر بسهولة تمييز سيارات الجيش على طول الطريق الرئيسي. كانت ترصد مدخل الحارات على يسار الطريق. كانت مداهمة محكمة. نزل يحيى في موقف علوش كما فعلت هديل، والتي توجهت بدورها نحو شارع سوق الملبوسات المؤدي إلى بيتها. بينما أشارت برأسها ليحيى الذي التقط إشارتها، أنت تعرف باب بيتي. بينما كانت أنظار يحيى متجهة بالاتجاه الآخر تماما نحو حارات الطيبة، اسم منطقة في جوبر، حيث يقع بيته، ولم يحتج لذكاء كبير ليتبين استحالة دخوله البيت
لكثرة الجنود الذين كانوا يحولون بينه وبين بيته. المنطقة محاصرة، بل وبينه وبين هديل كذلك. يا الله، ماذا فعل بعد ذلك؟ كانت ذلك في بداية الثورة، فكانت المداهمات تجري، بحث عن المطلوبين للخدمة العسكرية، إهانات محدودة للأهالي، تعمد ضرب بعض الأشخاص فقط لترهيب الأهالي، إطلاق رصاص في الهواء، ومن ثم الانصراف. طبعاً بعد أشهرين بدأت المداهمات تأخذ عدوانية شكلاً أعنف بكثير. فكانت تلك، نحن الآن في الصفحة 22 من الرواية، نحن ننقل روح تلك المرحلة، كيف بدأ الناس يتفاجؤون بسيارات الجيش تطوق الأحياء. حتى لفتني في هذه الرواية أن شخصية يحيى البطل في فصولها الأولى تعرض إلى شيء من الإهانة من جندي ربما كان يصغره سنا وقدرا وعلما. قال له هل خدمت عسكريا؟ فقال أنا مؤجر. فالضابط أمر جنديا ربما لا يفقه شيئا من حيث العلوم المعرفية والثقافة أو المستوى التحصيل الدراسي، وقال له اذهب معه. لهذا الحد الأمور قاسية؟ نعم، إلى هذا الحد وأكثر. أخذه إلى أمه، ويبدو أن الأمهات تحاول أحيانا أن تمتص غضب الجنود المعتدين بكثير أو بقليل من الكلمات الحانية. صحيح. فيقابلنا السيدات بقسوة وربما بشتيمة والكثير من الفظاظة في الأسلوب والطريقة. هذه الحياة التي عاشها هذا اليحيى تخبرنا عن الآلاف من الشباب من جيله وأقرانه الذين ربما عاشوا نفس الحياة. هل هذا هو ما دفعك لكتابة هذه الرواية؟ نعم. نحن الناس حكمت على النتائج، ولا يمكن الحكم على النتائج إلا من خلال تقييم المعطيات. ما هي الخيارات المتاحة؟ ماذا كان أمام أولئك الناس يفعلوا حتى فعلوا ما فعل؟ سلسلة ودورة من الإهانات وامتهان الكرامة لعقود ولأجيال. كان هنالك لحظة قال ذا أولئك الشباب كفى، وعندما خرجت تلك الكفة لا يوجد رجوع بعدها. وحتى لو فكر أولئك الشباب بالرجوع، النظام لم يقبل بالرجوع. نعم. حتى في مرحلة اللاحقة من الثورة، عندما وقعت بعض المناطق مصالحات أو مفاهمات أو وقف إطلاق نار، منذ اليوم الأول اخترق جنود الاتفاق وألقوا القبض على من يريدون القبض وقتلوا من يريدون القتل. لا يوجد رجوع عن الخلف. في رواية الكثير من التفاصيل الموجعة أيضا، يحيى كان على يعني وجع وحيرة، ما هو مصير أخي؟ هل عرف بأن الحي محاصر؟ هذه المعاناة التي يعيشها السوريون داخل بلادهم ربما هي أشد وطأة من المعاناة والألم الذي يعيشه السوري المهجر. إذا ما أردنا أن نشرح البعد النفسي أو نتحدث قليلا فيما يخص الجانب النفسي للناس الذين يعيشون شظف العيش هناك والألم بشتى ألوانه وأنواعه، ماذا نقول في أولئك الناس تحديدا؟ أنا أعتقد كلمة وفاء من أجله، أعتقد بأنهم كانوا في جهاد مستمر. أحسنت. كانوا في ثورة منذ 40 عاما. بمجرد أن تستطيع تربية أولاد صالحين في تلك الظروف، أولاد يميزون الصح من الخطأ في تلك الظروف. نعم. وتحت مظلة الحيطان لها آذان. أحسن. وتحت مظلة المخبر السري، وتحت مظلة ليس لنا علاقة، أن يخرج أولئك شباب حين يسمعون أول كلمة حرية تصدح من درعا إلى إدلب إلى دير الزور إلى حمص، تلقفها أولئك الشباب، كان هنالك جهد جبار. أحسن. مستمر خلفه مناضلون حقيقيون، أبي بالفعل ووالد كل سوري ووالدة كل سوري عاش في تلك الحقبة. كانت ذلك، عندما أحاول أتذكر شبابي قليلا، لا تزال شابا. نعم. بداية العشرينات. تفضل. من العائلة ككل، خالتي أحيانا إذا أردت الذهاب إلى المسجد لا تسلك الطريق نفسه يوميا لكي لا يلتقطك مخبر. إذا أردت أن تجتمع مع أصدقائك ضع ورق الشدة على الطاولة، لأن جرى ما جرى، دخل من دخل، كان النقاش ممنوعا.
في أي مسألة كان النقاش ممنوعا. إذن ليس الثائر وحده من خرج من البلد أو يحاول إسنادها من الخارج، وإنما داخل البلد أيضا الكثير ممن لا يزالون يقبضون على جمر الحرية ويحلمون فيها. وهذا موضوع تطرقت له الرواية لاحقا، هناك حرق للأحداث طبعا. تمام. حتى يحيى في الرواية لم وصولا إلى ثلث الرواية لا تعرف ما البطل الرواية، هناك أكثر من شخصية تصعد وتهبط تصعد وتهبط. أنا اخترت يحيى أنه سيكون بطل لاحقا، فالثورة صنعت أبطالها. هنالك من أخذ قرارا بتنحية آماله الشخصية جانبا إلى حين، ومن ثم النفخ في 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 تلك الثورة، في نار الثورة تلك، علها تحرق كل تلك الظلمة وتحرر كل أولئك المعتقلين. ربما البطل الحقيقي كان صدمة الأحداث المتعالية شيئا فشيئا مع امتداد صفحات الرواية والانتقال ما بين فصل إلى آخر. لكن قبل الانتقال إلى فقرة جديدة في الرواية، أستاذ رامي اسمح لي بهذا السؤال، لقد عنونت بعض الفصول بأسماء مدن والبعض الآخر بأسماء أحداث. نعم. لماذا هذه الطريقة باختيار العناوين؟ بصراحة المشهد لا يكتمل إلا بترابط تلك الأحداث. نعم. هنالك أشخاص كان لديهم أقارب أو معارف في منطقة ما، فيرسمون الثورة السورية بناء على أحداث تلك المنطقة. نعم. بينما نحن نعلم مثلاً، نعم، نحن نعلم مثلاً بأن عملية عسكرية للثوار في منطقة أدت إلى اقتحام منطقة أخرى درءاً لتلك التفكير المشابه. فعنوانات المناطق عندما يكون القارئ منغمساً في منطقة ثم يجد فصلاً منطقة أخرى ويقرأ الأحداث سيقوم بالربط. أحسن. لأنها ثورة شعب كامل، ليست ثورة منطقة، والجميع يحمل نفس المسؤولية، الجميع يحصلون على الثناء، والجميع لهم ذات الهدف أيضا، والجميع لهم ذات الهدف وكلهم في خندق واحد. ولو تباين المنهجية وتباين اختلاف المناطق، هناك مناطق حدودية وضعها صعب جدا، هناك مناطق مغلقة ومحاصرة الخروج فيها أصعب بكثير، الهدف واحد وإن اختلفت الطرق، خذنا إلى فقرة جديدة من الرواية وقراءة ربما تشدنا أكثر إلى مضمون هذه الرواية وما فيها من ألغاز وأسرار وأخبار كذلك. تفضل أستاذ رامي. مع تقدم الأحداث في الثورة ونزحت العائلة من الغوطة الشرقية إلى داخل دمشق. نعم. بسبب تصاعد وتيرة الأحداث. تفضل. حن يحيى إلى حيه وقرر التوجه إلى حي جوبر في الغوطة. في اليوم التالي وبعد انتهاء الدوام، نعم، نزل يحيى على أوتوستراد المزة كالعادة وركب ميكرو جوبر مزة المتجه من جوبر دون إخبار أحد، المتجه، نعم، إلى جوبر دون إخبار أحد. شيء ما شده إلى الحي، وكان لمكالمة قتيبة الأخيرة دور كبير في ذلك. قتيبة هو أحد أولاد جيرانه، أصغره سنا وكان، نعم، ينظر إليه كقدوة. على حاجز ساحة العباسيين كان الازدحام خانقا والتدقيق على الهويات على أشده. تجاوز الميكروباص الحاجز لينقلب المشهد وكأنه في عالم آخر تماما. نقطة عسكرية ضخمة على مفترق الطريق الرئيسي تحرسها الدبابات. يا الله. آثار القصف على الأبنية المطلة والشارع آثار القصف واضحة على الأبنية المطلة والشارع خال تماما من أي حركة. يتابع الميكروباص سيره ليصل إلى منطقة البرلمان لتبدأ معالم الحياة بالظهور. تمركز قوات الجيش، قاموا بقصف ما حولهم، فهناك أشبه منطقة بافر زون، منطقة عازلة الناس تخشى الاقتراب منها خوفا من القناصة وبطش جنود النظام. هكذا بدأت الأمور تدخل الحيز العنيف شيئا فشيئا من جهة قوات النظام. ماذا حصل؟ ولو أن الحركة أخف بكثير، نزل يحيى عند موقف علوش. مضى حوالي الأسبوعين على نزوح يحيى وأمه إلى بيت خاله، ولكن الحي تغير كثيرا عليه. نظر يحيى إلى يمينه متأملا الشارع الفرعي المؤدي إلى سوق الملبوسات، كان خاليا تماما وأثار القصف واضحة عليه، بينما على يساره كان الطريق المؤدي إلى بيته سالما من القصف. نعم. وقف يحيى للحظات عند الموقف يتأمل حفرة صغيرة في الأرض ربما سببتها قذيفة هاون أو قذيفة مدفع. يا الله. وقف يتأملها بغضب، فلقد اعتادت هديل الوقوف هنا. حبيبته جميل الوقوف هذا هنا. جميل هذا الربط ما بين الوجع وما بين الحب. انحنى يحيى وضع يده على الأرض يتحسس موطئ قدميها، كان يبحث عن شيء ما، شيء يذكره بإنسانيته
التي منحته هديل إياها. كانت حركة النزوح من الحي في تزايد، وباتت منطقة حرملة جنوب جوبر خط تماس يخضع لهدوء حذر، وكذلك العقدة الشمالية بين مناطق القابون جوبر زملكة، حيث فقد النظام السيطرة على أطراف الحي، وباتت مناطق نفوذه محصورة في الشارع الرئيسي وما حوله. نعم. حتى المناطق التي يستطيع القيام فيها بمداهمات دون مقاومة مسلحة وجود مقاومة باتت قليلة جدا، ولو أن المقاومة اقتصرت على السلاح الخفيف لإعاقة تحرك الجنود ريثما يتمكن النشطاء من الهرب والتخفي. بات الأهالي يشاغلون القوات المتقدمة بالمسدسات ريثما يتمكن النشطاء ومن يقوم بالتصوير والأطباء الذين يعالجون الجرحى، هؤلاء على قائمة المطلوبين ريثما يتمكنون بالهروب. نعم. كان قتيبة والشباب الذي معه يرقبون القصف المدفعي على أطراف الحي، وشكلوا لجانا تحت إشراف وجهاء من الحي لتحديد المناطق المكشوفة للقناصين وتجهيز ملاجئ للحماية من القصف ومراكز إيواء للنازحين داخليا ممن لم يجد مكانا يأوي إليه. كانت الجهود فردية ومتواضعة، ولكن العصب الحياة بالمقابل مع بقية دمشق كان لا يزال يعمل ولو بصعوبة بسبب التضييق على الحواجز. نحن هنا نؤسس لولادة التنسيقيات، لولادة اللجان المحلية التي لاحقا تطورت لتصبح أجزاء من المقاومة والتي انبثقت عنها فصائل في المستقبل. هؤلاء أهالي الحي الذين تقدموا وحملوا مسؤولية على عاتقهم تحت أدنى الظروف. ما الدور الذي لعبته هذه اللجان؟ عندما بدأ النظام بقصف مناطق لإرهاب الأهالي، لا يوجد أي منظمة خيرية تقوم بالعمل. نحن لا يوجد لدينا منظمات خيرية مستقلة كما في بقية دول العالم، صليب أحمر، هلال أحمر. وباتت تهمة إعانة المتضررين جريمة يعاقبون عليها بالاعتقال والإخفاء القسري. فتطوع جزء من أهالي الحي لحمل تلك المسؤولية على عاتقهم. بدأوا بتجهيز بعض المنازل الخالية لمن أراد الابتعاد عن مناطق القصف يقدمونها إليه. بدأوا بتجهيز ملاجئ إذا اشتد القصف. بدأوا بتأمين، طبعا في تلك المرحلة لم يكن مسموحا لأي أحد للدخول إلى مناطق الغوطة إلا إن كان من أهالي الغوطة. بدأوا يرتبون معهم إدخال المواد الغذائية الأساسية، إدخال الوقود، إدخال الشمع للإضاءة. فوردت الحاجة لهؤلاء الناس بسبب حصار النظام وتضييق النظام على الناس. من الواضح سيد رامي أن هذه الرواية اتخذت منحى التوثيق التاريخي. نعم. هل كان هذا مقصودا أم أن الأحداث فرضت نفسها عليك وفرضت أسلوبها كذلك؟ بصراحة. بصراحة كان مقصودا، لأن رواية الثورة تبدأ من المنطقة المحاصرة والقصف أحد الإخوة المصريين عندما في أحد اللقاءات في بروكسل كنت أتحدث عن الحصار، فقال أمال هم بيضربوهم ليه؟ أمال اللي حصل إيه؟ أنت تبدأ من منطقة محاصرة ويمنع الدخول والخروج، وهناك قصف ويمنع دخول الأدوية ويمنع دخول الغذاء، لماذا؟ وبالطرف الآخر كان هناك حتى أشخاص سوريين يقولون هكذا دون سبب، يجهلون حقيقة ما حصل، جاءوا وحاصروهم، ما الذي جرى؟ فكان حوالي ثلث الرواية ينتقل بك بأحداث حقيقية. تلك المداهمات لم تكن تخيلية، تلك المداهمات عشناها وشفنا ورأيناها بأعيننا. نعم. ونعلم أشخاصا تم التقاطهم ولم يعودوا إلى اليوم بسبب مزحة أو مكتبة مع الجندي. يا الله. أحد أصدقائي قال له لماذا تقف خارج المنزل؟ كان ينتظرهم للدخول. قال الطقس جميل اليوم. قال هل تظن نفسك طريفا؟ خذوه. يا الله. بهذه البساطة. يا إلهي، ما أقسى هذه التجربة. فكانت من المؤكد أن لها ارتدادات نفسية لا تزال حاضرة. لم نكن نستوعب ما جرى حتى حينما أخذوه، كنا ننتظره باليوم واليومين. يا الله. تلك الحادثة جرت 2012. تكلم على سجيتك وبساطتك. نعم. دون تكلف، قل ما تحب. صارت عام 2012 عندما اصطحبوه، وكان وحيدا لأهله، ليس لديه خدمة عسكرية، وكان لا يتحدث أبدا عن الخروج من سوريا تحت أي ظرف كان. نعم. بل حتى كان بدأ يؤسس لعمل مستقل في, 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 في دمشق وبيع منتج برمجي خارج سوريا، وكان نشطا في الرياضة ونشطا في حلقات تحفيظ القرآن.
وكان ناشطا في الثورة إلى حد بعيد، كان يتنقل بين المناطق المحاصرة، كان من أوائل من استعمل البث المباشر على جهاز الموبايل. ما الذي حصل له؟ التقطوه، لا ندري ما الذي جرى، ربما تحت الضغط، تحت التعذيب، تحت ما علمنا لاحقا خبرا غير مؤكد أنه استشهد تحت التعذيب بعد أقل من عام. يا الله. كان من عائلة ميسورة جدا، يعيش في حي راق جدا، والمداهمة كانت شكلية لتفقد المستأجرين والنازحين، كانت لا تستهدفه أصلا، تستهدف المهجرين من المناطق الساخنة. إذن لا أحد في منأى عن الخطر. لا أحد في منأى عن الخطر. هناك كثير من الأشخاص كانوا يتخذون موقفا حياديا وانخرطوا في الثورة بناء على حادثة كهذا. صديق لنا في العمل كان مؤيدا للنظام، نحن لسنا بحاجة إلى تخريب حياتنا ولسنا بحاجة إلى أن نقوم بأي شيء، حتى التقطوه على أحد الحواجز تشابه أسماء. يا الله. وخرجوه بعد حوالي أسبوعين، لم يكن هناك شكل من أشكال الذل والضرب والإهانة لم يتعرض له، فخرج شخصا آخر يعني. أحسنت. الحديث معك ذو شجون على ما فيه من قسوة، إلا أنه للأمانة يضعنا على طريق حقيقي يأخذنا من خلاله إلى معاناة الكثير من المعذبين الذين لا يزالون يدفعون ضريبة بحثهم عن الحرية وحلمهم الحق الذي للأسف ما زالوا يكابدون من أجل تحقيقه. نعم. ونيله. الحديث متواصل لكن لابد أن نستريح قليلا. نعم. الآن مع فاصل، ما رأيك؟ نعم طبعا. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من حلقتنا، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. معنا هنا في الاستوديو ضيف عزيز على بيت القصيد، الروائي والأديب السوري الأستاذ رامي القادري. وقبل العودة إلى النقاش أستاذ رامي، إطلالة جديدة على أحد فصول هذه الرواية وقراءة بما تحب أن تقرأ علينا، تفضل. مع تطور الأحداث وعودة يحيى إلى الغوطة، طبعا في الرواية في مرحلة معينة البطل يحيى يحاول الهروب خارج سوريا لأنه أصبح بات مطلوبا ملاحقا، فيغير رأيه في آخر لحظة ويعود إلى الغوطة. يا الله. القارئ كان متعاطفا مع البطل عند الخروج، وثم تعاطف معه أكثر واحترمه عند العودة. هنا نقف عند مفترق طرق، خيار الخروج والعودة قد يكون منطقيا، خيار البقاء قد يكون منطقيا، خيار الخروج قد يكون منطقيا. أرنا ما الذي حصل، تفضل. تفضل. نعم. لا بأس. كانت المرة الأولى التي يلفظ بها يحيى اسمها أمام رجل آخر. نعم. عند عودته إلى الغوطة بدأ يسأل عن هديل، أين اختفت؟ بل أمام إنسان آخر غير أمه، أحب لحن الاسم في فمه، تمنى لو أنه يغنيه بلا توقف. يجيبه صديقه الذي يسأله عن هديل، عندما حصلت المداهمة أخذوا الحوار بالعامية، أخذوا المخلوعة هي وأمها وأبوها. الأم رجعت من فرع المخابرات الجوية بعد 3 أيام ولا تعلم شيئا عن ما حصل لبقية عائلتها. أما الأب فعاد من فرع المخابرات الجوية بعد 2 أسبوع. يا الله. وأما هديل فلم تعد ولا نعلم أين أخذوها. يا إله. توقف عمار عن الكلام متيحا للمجال ليحيى لابتلاع ما سمع. كان يراه يذبل والمسافة بين كتفيه تنقص شيئا فشيئا. تابع عمار الكلام. مجموعة هشام كل شبابها في إلهم قرايبين نساء اختفوا وقت المداهمة. طبعا في غيرهم كمان معنا إلهم قرايبين مفقودين، بس هدول وضعهم أصعب شيء، ما قدروا يستوعبوا اللي صار. مجموعة من الشباب من أقاربهم من النساء معتقلات.
قام مجلس جوبر عند تأسيسه بجمع المعلومات، بدأ البحث عن المفقودين ومحاولة إحصائهم، ولم يجدوهم في أي فرع، وربما يخرجوا في أي يوم. حينها يسأل يحيى عمار بالجامع، مين في بالجامع؟ هي محور الرواية هو حرملة، هو مسجد باسم الصحابي حرملة بن الوليد في حي جوبر، معروف لكل سكان الغوطة الشرقية. اتخذت قوات النظام من المسجد لأنه يطل على طريق رئيسي، نقطة عسكرية. يا إلهي. هنالك إشاعات عن وجود معتقلات في المسجد. يا الله. تم اعتقالهن وتسخيرهن لخدمة الجنود بأبشع وأقصى الطرق التي تخدش الحياة. وهذا كان والموضوع لم يتم التحدث عنه لحساسيته لفترة طويلة. فيسأل يحيى صديقه مين في بالجامع؟ تنهد عمار حين سمع السؤال، كان يخشى ألا يكون يحيى يعرف بقصة المعتقلات الموجودات في المسجد. أجابه، في قسم منهم بالجامع بس ما حدا بيعرف مين باللي بالجامع، لأنه ما حدا قدر يدخل على الجامع ولا حدا قدر يطلع من الجامع. يعني كان هنالك احتمال أن تكون هدير في المسجد أو لا تكون في المسجد. ما أقصى هذه الفكرة. استلقى يحيى على الأريكة وتكور على نفسه. تأكد عمار من إحكام إغلاق الباب، فهو لا يريد لأحد أن يرى قائد الكتيبة بهذه الحالة. عند عودة يحيى إلى حي جوبر، كان متخرجا من الجامعة والأنضج سنا، ومجموعة من الشباب في بداية العشرينات متحمسون يافعون يريدون أن يقوموا بشيء، فأخذ دورا أبويا حتى ليس أكثر من أخوية. نعم. لاحتضانهم، إن أردتم أن تقوموا بشيء نقوم بالتنسيق مع وجهاء الحي، بالتنسيق مع بقية أحياء الغوطة الشرقية. حصلت بعض المحاولات العنترية، مجموعة شباب يحاولون الهجوم على حاجز يتم قتلهم جميعا بكل بساطة. يعني ما هذه الدموية؟ نعم. يا إلهي. استلقى يحيى على الأريكة وتكور على نفسه. تأكد عمار بالإحكام إغلاق الباب، وهو لا يريد لأحد أن يرى قائد الكتيبة بهذه الحالة. بدأ يحيى بالأنين، فقد اشتعلت ناره داخله دفعة واحدة، وشيء واحد يدور في رأسه، لماذا؟ يا إلهي، لماذا الشيء الوحيد المضيء في حياتي ينطفئ بهذه الطريقة؟ ما أقساه من رجاء. لماذا الروح الوحيدة التي لامست روحي تختفي بهذه الطريقة؟ ما أشده من تساؤل. لماذا أنا؟ ولماذا هديل؟ ضم يديه على ركبتيه وبدأ بالنحيب. يا الله. كان يئن باسمها، وكانت روحه تتلمس ينبوع الماء العذب الذي يسقي قلبه بذكراها. ولكن ناره الداخلية كانت تستعر. شعر من جديد بصفعة أستاذ العسكرية في المرحلة الإعدادية، وصفعة الضابط على حاجز السبورة، وما بينهما من صفعات. كل الأوجاع نكأت جميع جروح القهر التي وملامح الذل والقهر التي تعرض لها اجتمعت عليه دفعة واحدة. كان عمار يرقب مرحلة من القهر تطحن عظام صديقه، كما كان في صدمة هو الآخر. كان يظن أن يحيى عاد إلى جوبر بعد أن سمع باختفاء هديل. قضية يحيى كانت أكبر كثير من قضية هديل رغم حبه لها. قد عاد قبل أن يعرف أنها معتقلة وربما تكون في المسجد. كان كلاهما يدري أن يحيى لم يصل لمستوى القائد بعد، بل كان يترنح حوله. راهن الجميع على أن الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه، فسير المعارك سيقوي ظهر يحيى، إلا أن هذه الضربة قسمت ظهره وفتتت عظامه ولم تبقي منه شيئا. قاسية جدا هذه. سأختصر. تفضل. حاول بعض عناصر الكتيبة الدخول لرؤيته لرؤية يحيى لأمر ما، وحاول عمار منعهم لكي لا يروه بهذه الحالة، وقد فقد كل صلابته. نعم. التي شهدوه عليها. جلس الثلاثة في صمت مطبق، كانت آثار المعركة مرسومة على الأجساد. كان المقر في صمت مطبق رغم وجود حوالي 20 شخصا فيه. كان الجميع منهكا ومرميا، إما على سرير أو أريكة أو حتى على الأرض. حتى الشباب الذين رابطوا في المقر ولم يلتحقوا بالمعركة التزموا الهدوء التام، فكانوا يتنقلون على رؤوس أصابعهم يقدمون الماء وبعض الطعام للمقاتلين المتعبين. وحاول هشام تخفيف الاحتقان. الحدث أتى بعد معركة واستشراس على الحاجز،
فيحيى بدأ يسأل لماذا يستشرسون على الحاجز، فبدأ يعرف بقصة المعتقلات أكثر وأكثر، وأن هناك عدد كبير وهناك نساء و قال عمار. حصل بعد ذلك؟ الله يلعن الشيطان، أنت بتعرف الوضع أخي عمار، والله لما بتخيل شو عم يصير بالجامع بيجي لجن. حاول بعض الشباب اقتحام المسجد بعملية خلص بدهم يدخلوا ينقذوا المعتقلات، إما نموت أو ننقذهم. نعم. فيحيى منعهم كقائد المجموعة، منعهم قال ممنوع تطلعوا يعني. كانت ابنة عم هشام مختفية أيضا. هز عمار رأسه بينما استند إسماعيل على الحائط من الإنهاك. إسماعيل هو شقيق هديل التقى به يحيى في 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 الحي. فجأة سمع الشباب همسا صادرا من غرفة يحيى. حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. يا الله. أنصت الجميع. يتلو آيات من القرآن. أنصت الجميع إلا أن صوت يحيى كان قد اختفى تماما. ثوان قليلة وعاد الصوت للظهور، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا الله. يتلوها شهيق. مؤثرة جدا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. نهض إسماعيل فتح الباب، فوجد يحيى مستقبلا القبلة على سجادة الصلاة، وكانت نهاية السجادة تدخل تحت السرير، وكانت إحدى ساقيه مثنية قليلا مما جعل رأسه مائلا قليلا إلى اليمين. مشى إسماعيل نحوه وأزاح الطاولة، وقف خلفه ودخل معه في الصلاة. ثوان قليلة ودخل هشام يقطر ماء وانضم إليهم إلى الصلاة رفقة عمار. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، فكيف كان عذابي ونذر. أخذ يحيى يرتل بصوت خاشع في ظلمات حي جوبر. كان يحيى يرتل ويبكي والشباب خلفه يبكون. ومع وصوله لأواخر الآيات كان جميع من في المقر محشورون في تلك الغرفة الصغيرة، ومن لم يتسع له المكان اصطف خارجها. باتت الأركة خارج الغرفة وكذلك الطاولة، حملها الشباب للخارج لتوسعة مكان للقادمين. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. أخذ يحيى نفسا عميقا، انتبه خلاله لكثرة الأنفاس خلفه في الغرفة. أحس بهواء الغرفة الخانق رغم البرد، أحس برائحة البارود والنار والأتربة والدخان والعرق المحشورة في هذه الغرفة المرمية تحت الأرض. كانوا يجلسون في مقر تحت الأرض. شعر يحيى بقوة جبارة تطفئ ناره الداخلية من جديد. شعر بقشعريرة غريبة تسري في جسده لتضرب سورا عظيما حول ينبوع هديل العذب في قلبه لحمايته من أي نار. ابتلع يحيى ريقه بصعوبة وقال: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وثم قال: اللهم اجعلنا منهم. هدر الصوت في جوف الليل بشكل جماعي، ومن قلوب محترقة وأنفس ملتهبة آمين صاح الشباب الكتيبة. تردد صداها في الحي، فاهتزت لها مئذنة جامع حرملة، واهتز لها محرابه ومنبره، قبته وموضعه ومكتبته. بكت لها أعمدته التي لم تنس وجوه المرتلين وجباه الساجدين. أنت الحجارة في المسجد كما أنت جباه الشباب الساجدة. جميل جدا. كما أن جباه الشباب الساجدة في جوف الليل تعلن أن صباح حرملة قادم لا محالة، قادم لا محالة. حرملة حب وقدر. إذا أردت أن تلخص هذه الرواية بدقيقة حتى تظل حاضرة في ذهن المتلقي، أكثر ما يفرض نفسه عليك لتقوله ما هو؟ صعب. قل ما تحب لا بأس. خذ الوقت الذي تشاء. قصة الثورة ببساطة، قصة الثورة يعني تراكب الحب والقدر وصناعة مع الوجع، ومع الوجع وأفضل طريقة للتعامل مع القدر الصعب هو أن تحب ذلك القدر. هل وضعت نهاية ما من أجل يحيى وهديل؟ نعم نعم، هذا منتصف الرواية. نعم. كل هذا التحضير إلى هذه اللحظة
يمكن بدأت الناس تسمع الأخبار، هناك فصائل وهكذا تشكلت الكتيبة. حدثنا بإيجاز عن ما حصل في النهاية أو عن النهاية التي رغبت بأن يصل إليها المتلقي. النهاية التي حوصل للرواية، نعم، في نهايتها. في النهاية كما هو الحدث في الحقيقة، يتم تحرير حاجز حرملة ويتم تحرير الأسيرات من المسجد. من المسجد. جميل. يعني تبين أن هناك عددا لا بأس به، نعم، من المعتقلات داخل المسجد. نعم. يتم استغلالهن بأبشع الطرق من قبل الضباط. تم تحريرهن جميعهن. تم تحريرهن جميعهن، وعند التحرير يقوم يحيى بقتل الضابط قائد الحاجز، بينما كان بقية الثوار يريدون الاحتفاظ به لمبادلته بأسرى أو تفاوض، ولكنه كان يريد أن يقول يجب لتلك الدائرة أن تغلق، فإن خرج هذا الضابط في مبادلة أسرى سيعيد الكرة. أحسنت. وإذا عاد الكرة سيعاني آخرون ما عانينا. نعم. في النهاية حرروا الأسيرات. حرروا الأسيرات، وحتى دار هل كانت هديل من ضمن الأسيرات؟ نعم، كانت من ضمن الأسيرات. يا الله. والتقى بها، ربما أستطيع قراءة لحظة اللقاء، كان يبحث عنها. إذا أردت لكن بإيجاز، لأنه بقي من الزمن دقيقتان. نريد أن أصل للفكرة الأهم إذا. تفضل. دار النشر قالت لي الرواية جيدة جدا، ولكن الخاتمة بتحرير الأسيرات وتحرير الحاجز لا تعطي الرضا المرجو منه بسبب ضخامة وبشاعة الأحداث قبلها. فقلت لهم هذا مقصود، لأن الثورة السورية لن تنتهي بتحرير حاجز حرمل. نعم. والشعب السوري حتى هي حكاية وجع ممتد لما وحتى ينتهي. وحتى أهل الغوطة عندما حرروا حاجز حرمل لم يشعروا بالارتياح والخلاص، لا زالت الطريق طويلة. هي خطوة على الطريق. وقدموا الرواية. بعض الشخصيات لا تتوقع أنها ستموت، وبعض الشخصيات لا تتوقع أنها ستنجو. كان أبطالها حقيقيون. نعم. مع اختلاف الأسماء. مع اختلاف الأسماء وبعض التفاصيل. نعم. جميع الشخصيات مأخوذة عن شخصيات حقيقية. لهدف أمني كان تغيير. نعم. الصفة. نعم. وهدف الأسماء. وأيضا أحسن. لأجل حبكة القصصية في الرواية. أحسن. مثلا ربما الآن يعني لابد من سؤال في نهاية هذه الحلقة أستاذ رامي، يعني وأنت صاحب تجربة في هذه الكتابة، كتابة يعني أدب الثورات أو الأدب المقاوم إن صح التعبير، الغاية من مثل هذه الروايات، هل نحن فعلا بحاجة إلى مثل هذا الشكل من الكتابة الروائية، أم أنه يعني شكل من أشكال التوثيق ممكن الاستغناء عنه بالتوثيق الخبري؟ والله لا. هل هناك غاية لأن يكون هذا الأسلوب حاضرا بالرواية باعتقادك؟ لكن نعم، تقول ما تحب. نعم وبشدة. أنا أراها هذه مرافعتنا عن ما جرى. العدو ينتج مسلسلات، ينتج أفلام. نعم. تحكي قصة مخالفة تماما. أنا أرى هذه مرافعتنا لما جرى. هذه القصة من وجهة نظر صاحبها، وأي مصداقية أكثر من قصة من وجهة نظر صاحبها. إذا أردت، وكما قال بيغوفيتش، إن أردت أن تعرف ما جرى عليك بقراءة الأدب. هذا أدبنا. ولئن أراد أحد، حتى أولادي أو حتى أحفادي، أن يسائلون لماذا خرجت وماذا جرى، لن أجيب قبل اقرأ هذه أولا ثم تعال إلي. أحسنت أحسنت أستاذ رامي. ملحمة الغوطة مستمرة، ملحمة تقرير المصير وانتزاع الحرية، لابد منتصرة هذه القلوب التي تبحث عن حريتها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول بالختام؟ شكرا جزيلا لك بشكل خاص ولقناة الرافدين على هذه نحن الفرصة. نحن الأكثر سعادة بك. وعسى الله أن يجمعنا بكل أحبتنا في دمشق الله. آمنين مطمئنين، وفي القدس وفي كل العواصم. شكرا. ويجمعنا بأحبابنا جميعا. شكرا جزيلا لك. تسلم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد، وكذلك بأسلوب جديد سيكون مفاجأة لأغلبكم. كونوا على العهد دائما، وكونوا في الموعد دائما، كونوا بألف خير. إلى اللقاء.